هالو جريد 6، معاكم ميس نهال من مدرسة المنتزه الخاصة. هناخد مع بعض النهاردة يونت 2 في سمارت، ونفتكر مع بعض هنا في اليونت ده كان بيتكلم على the doctor's clinic، يعني في عيادة الطبيب، ونفتكر مع بعض بعض الأمراض اللي أخدناها في يونت 2، زي مثلا fever اللي هي حمى، وأخدنا مع بعض كلمة sneeze يعني يعطس، وطبعا أخدنا هيدك اللي هو صداع، وأخدنا مع بعض كلمة كف اللي هي الكحة، وكلمة ستومكيك اللي هو ألم بالمعدة اللي هو المغص يعني، وأخدنا كلمة ميديسن اللي هو دواء، وأخدنا كلمة راني نوز اللي هو السيلان بالأنف، وطبعا ما ننساش كلمة باكيك اللي هو ألم الظهر، وأخدنا مع بعض توثيك اللي هو ألم الأسنان. ونفتكر مع بعض الجرامر عندي كان بيتكلم على كلمة should وshouldn't. should وshouldn't كنت بستخدمهم للنصيحة، should معناها يجب وshouldn't لا يجب، وبيجي وراهم infinitive الفعل في المصدر. you should go to the dentist when you have a toothache، يجب تروح لطبيب الأسنان لما يكون عندك ألم بأسنانك، واستخدمنا when كأداة ربط. وأخذنا كلمة to معناها جدا، بيجي وراها صفة adjective، وكلمة enough بدرجة كافية، وبيجي قبلها الadjective، to زائد الصفة والصفة زائد enough لو تفتكروا. تعالوا نحل مع بعض الexercise number one في الميني ديالوج. I have got a toothache، أعطيني space، should I do؟ وده سؤالي بقى، هيقوله what should I do؟ ماذا يجب أن أفعل؟ قال له you should go to the، هنروح فين لما يكون عندنا toothache؟ أكيد هنروح dentist، لطبيب الأسنان. you should go to the dentist. رح قال له that's a great A، عايز يقول له فكرة عظيمة، يبقى هيقول له that's a great idea. وندخل تاني سؤال عندي اللي هو سؤال الديالوج. what was the weather، اللي اوصف الطقس كان عامل ازاي، the weather like، طبعا هنا السؤال في الماضي، يبقى هقول له it was very cold، كان بارد جدا. بعد كده سألني سؤال، رح قال له منى ate a seafood pizza، طبعا ان هنا عايزة اسأل واقول له منى اكلت ايه. طب اروح ابص هنا، احنا اتفقنا ان اي سؤال بيتكون اداة سؤال، فعل مساعد، فاعل، فعل. اداة السؤال هسأل what، طبعا هنا الاجابة الفيرب في الماضي، يبقى احط helping verb did، والسبجكت اللي عندي منى، وبعدين احط الفيرب في الانفينيتيف، what did منى eat. ودلوقتي سؤال rewrite number one. odd words يعني هطلع الكلمة المختلفة، headache اللي هو الصداع، forehead اللي هي الجبهة، toothache ألم الأسنان، flu اللي هي انفلونزا، طبعا forehead هي المختلفة. number two مرنا is space wake، طبعا اتفقنا طالما الصفة موجودة يبقى هحط قبلها كلمة to، وخلي بالكم كلمة to اللي هي جدا بدبل O، to wake ضعيفة جدا because she is ill، لأن هي مريضة. طب number three we can't solve the math problems، احنا مش بنعرف نحل المسائل الرياضية، they are too difficult، صعبة جدا، طبعا برضو هي علشان to زائد الصفة. number four you space walk on the grass، طبعا complete يعني اكمل برضو، يبقى you shouldn't ما ينفعش ان انت تمشي على العشب. number five when you have got a fever you should work or exercise، correct طبعا هنا المفروض اصحح، should هتبقى shouldn't، ما ينفعش لما يكون عندي حمى اتدرب. number six sneeze يعني يعطس، cough كحة، towel اللي هي المنشفة، runny nose اللي هو سيلان بالانف، كلهم امراض ما عدا كلمة towel هي المختلفة. ونيجي لسؤال number 7 rearrange يعني رتب. طبعا في الترتيب لازم ببدأ بالكلمة اللي بتبدأ بحرف capital، وهترجم كل كلمة طبعا عشان أفهم الجملة الأول. فهنا هقول when you have got a fever you shouldn't exercise، when you have got a fever you shouldn't exercise. number 8 odd word هطلع الكلمة المختلفة، fever اللي هي حمى، healthy يعني صحي، toothache ألم الأسنان، headache اللي هو الصداع، كلهم أمراض ما عدا كلمة healthy هنعمل عليها circle عشان هي الكلمة المختلفة. number 9 when you have got a toothache، لما يكون عندك ألم بأسنانك، you should eat ice cream، ينفع ناكل ice cream؟ طبعا الكلام ده فيه حاجة غلط، فهنا هعمل correct، يبقى كلمة should خطأ، هتبقى shouldn't، you shouldn't eat ice cream. ودلوقتي هنقرأ مع بعض الباسج.
We are a small family. نحن عائلة صغيرة. We live in Tanta. إحنا عايشين في طنطا. I have got one sister. أنا عندي أخت. We help our mother at home. إحنا بنساعد مامتنا في البيت. I make the bed. أنا برتب السرير. Sweep the floor. بكنس الأرضية. And feed the birds. وبطعم الطيور. My sister does the laundry. بتقوم بغسيل الملابس. Hangs up the clothes. وتقوم بتعليق الملابس. And sets the table. وبتعد المائدة. My father takes out the rubbish. يعني بابا بيتخلص من القمامة. ونيجي دلوقتي لسؤال choose. Number one. Our family lives in. قلنا عائلتي تعيش فين؟ في طنطا. Number two. I have got space. وعطيني كلمة sister. طبعا هو قال هنا في الباسج ان هو عنده ايه one sister اخت واحدة فقط. Number three we space our mother at home. يبقى هختار كلمة ايه help. هو قال ان احنا we help our mother at home. بنساعد مامتنا في البيت. تعالوا بعد كده لأسئلة الانسر. Number one What does the father do at home? الأب كان بيعمل إيه في المنزل؟ طبعا تعالوا نشوف my father فوق في الباسج. My father takes out the rubbish. يبقى he takes out the rubbish. كان بيتخلص من القمامة. Number two. Who طبعا هو يعني من؟ بسأل على اسم شخص. Who sets the table? مين اللي كان بيعد المائدة؟ طبعا كانت my sister. My sister does the laundry, hang up the clothes and sets the table. يبقى الإجابة هتكون my sister. ودلوقتي هنحل مع بعض سؤال الكمبليت. طبعا جايب لي كلمات فوق هنترجمها وبعدين نحطها في السبيس تحت. Number one If you have a وعطيني space You should put a wet towel. يجب ان انت تحط منشفة مبتلة on your وعطيني space. يبقى If you have a fever لو انت عندك حمى You should put a wet towel on your forehead. هتحطها على جبينك. Number two A teaspoon of honey can reduce your معلقة من العسل تستطيع ان هي تقلل your a your cough الكحة. Number three I take a space when I have a headache لما بيكون عندي صداع طبعا باخد a pain reliever اللي هو مسكن للألم. Number four You should use dishes when you وعطيني space يجب ان انا استخدم المناديل لما اكون a sneeze بعطس. Number five, you should drink some hot soup. يجب أن تشرب شوربة دافية when you have a لما يكون عندك a flu influenza. Number six, every house should have a first aid kit in case someone is hurt. يعني كل بيت لازم يكون فيه شنطة إسعافات أولية عشان لو حد اتصاب. ده نكون خلصنا مع بعض جزء من حل exercise unit 2 ونكمل إن شاء الله في فيديو جديد حل unit 2.